بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أموركم تمام. اليوم وامس وغدوة ولآخر السنة، صحيح نبي توا نتكلم على الإسوفيجس، أو تكلمنا على الإسوفيجس، حركة الطعام فيه أهي، أو حركة البلع خلال ال شنو اسمه swallowing، او حركه البلع، فيها 3 مراحل: فارينجيال وهذه involuntary، او اسف البكال فولنتري، الفارينجيال involuntary، وفيها بروتكتيف ريفلكس. هم ثلاثه ريفلكسات. الاولى ان يعني النوز بنقيم السوفت بالت باش تسكر الفتحه الخلفية للأنف، البوستيريور ناريس. الماوث بنقيم اللسان باش نرفع الهارد بالت باش ما ترجعش الماكلة شني إلى الفم. ثالث حاجة لسان المزمار الإبيجلوتس بيتسكر على الفوكال كوردز، أو يسكر على اللارينكس باش شني باش تمر الماكلة إلى الإسوفيجس. ولك أن تتخيل أن تذكرتنا على لسان المزمار، او تذكرتنا بلسان المزمار على الابيجلوتس، حتنتج عنها حاجه يسمى فيها ديجلوتيشن ابينيا، او انقطاع التنفس اثناء البلع، وهذه لقطه عاديه فيسيولوجيكال تصير. ده وصلنا للاسوفيجيال ستيت، وهذه انفولنتري. شو معناها انفولنتري؟ عندي يعني الماكله وصلت للاسوفيجس، والاسوفيجس هذا الطوب الطويل الرائع اللي مش عادي. فصلت 3 مراحل. اول حاجه ارخي الابر سفنكتر، الابر سفنكتر الفالف الفوقي ارخيه. علاش؟ باش تستقبل الغذاء. الفود هذا بريمت الفود، او يسمح الى الماكله انها انتر ذا اسوفيجس، هذا مدخل الاسوفيجس. ابر سفنكتر الشيش من الفوقيه بتنفتح ويبدا ينقبض باش يمنع الريفلكس اوف سوليد فود، يبدا ينقبض الى الاسفل. يعني شوف بيفتح بعدين شني بينقبض، خلاص دخلنا الماكله وسكرنا. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه البريستالسيس. البريستالسيس شنو هي البريستالسيس؟ اللي هي اني نقعد نحرك الجدار متاعي الى الاسفل. هي propels the food bolus، او شنو نبدا نفتت ونصغر في شنو اسمه لا 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 القطعه الغذائيه، او القطعه الغذائيه. قال لك شنو this is followed by secondary peristaltic contraction if the primary fails to clear the esophagus. الفكره ان عندك حركه ثانيه، احنا عندنا برايمري وعندنا سكندري، حركتين. الحركه الاولى تحرك ما مشيتش تخدم الثانيه، اذا عندي حركه في الاسوفيجس مين اللي يدير فيهم؟ العضله الخارجيه اللونجيتودينال والانر السيركولا، الزوزه ما يبدو يتحرك. الماكله نزلت وصلت لوطه. لوطه عندي سفنكتر تاني، سفنكتر تاني يتسكر ولا ينفتح؟ بالمنطق ينفتح ينفتح. مين اللي خربش بالخط الاخضر؟ عاش تخرج. فشني عندي انا توا ينفتح السفنكتر السفلي ويسموا فيه لور اسوفيجيال سفنكتر، لور اسوفيجيال سفنكتر. بح ال لا اله الا الله، لحظة بس يا جماعة. تسمع فيا ولا؟ ايه واضح. عندنا شني الماكلة في الأول يا جماعة، خلينا نعود لكم على السريع. في الأول فتحت سفنكتر، هنا كان في عضلة فتحتها ولا؟ باش سمحت إنها تنزل، بعدين شني؟ سكرتها. بعدين تقعد حركة البريستالسيس تنزل. حركة البريستالسيس عندي برايمري أور سيكندري، 100 100.
الثالثة وصلنا للمرحلة الثالثة اللي هي خلاص بنخش الاستومك، شنو بيصير هنايا؟ ينفتح السفنكتر، the lower esophageal sphincter as food bolus approaches إلى lower end، يعني كل ما الماكلة أو الكتلة الغذائية توصل للنهاية بينفتح. باي ميني من اللي بيفتحها لنا؟ الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف، فيجاس سمباتيتك ولا بار سمباتيتك؟ طارق بار به. وفي هرمون او بيبتايد صغير يسمى فيه فازو في طالبة ما باش يطلع على الصدر عيشة، حد يعرفها شخصيا يقولها لقطة تدير الاوديو. تمام اوكي. فيا جماعة في حاجة اسمها فازو اكتف، فهي لحظة بس يا جماعة، إذا قلنا عندي فازو أكتيف انتستاينال بيبتايد، حاجة يسموا فيها في اي بي، هذا شنو يدير؟ شنو يدير هو؟ هذا وظيفته، وظيفته طلعت عايشة ولا هي بتطلع بترجع ولا ما باش يطلع على صوت بكل تفتح وتسكر ما باش. هي لقطة السماعة، لو في حد فيكم ظابط جو يطلع بسرعة ويخش ويصور لها لقطة الجوين اوديو. اي جدية اتمنى ان يعني تظبطها الورق تورق لها. فالفازو اكتف انتستاينال بيبتايد هو يفتح مع شني؟ مع الفيجاس اللور اسوفيجيال سفنكتر. صحيح. شنو؟ عائشة تسمع فينا تو ولا؟ المفروض تسمع فينا، المفروض يا جماعة عندنا الفيجاس والبي اي بي يفتحوا لنا اللور اند بتاع السوفيجاس، فيبدا شني نبدا نخش الماكله ونوصل لشني للستومك، والستومك ريلاكس باش تستقبل شني؟ باش تستقبل الغذاء النازل. معلش مين تحكم لي باللور اسوفيجيال سفنكتر؟ مهمه جدا، من هذا القدام حتاخدوا عليه امراض سفنكتر هو. لازم ما تعرف ان الجاسترين يسكره الانكريزد معناه التون بتاع الشده بتاع الانزيم هو بتاع العضله هي تزيد بسبب الجاسترين. تتفكر في الجاسترين بتاع امس ولا؟ الجاسترين مش من الحكمه انه يفتح الاسوفيجس، بالعكس هذا شني؟ بيسكر كونتراكشن اوف لور اسوفيجيال سفنكتر. معاي بس ما تصيرش حموضه. بالضبط بالضبط، فالجاسترين مهم جدا انه يسكر لي. زيد يا زايد الموتيولين بروتين اسمه حركه موتيولين يسكر، ادرينرجيك ستيميوليشن اللي هو ميني الفا اللي هو ادرينرجيك الى ريسبتور الفا يدير انخفاض، بينما ترتخى بالفي اي بي فازو اكتف انتستاينال بيبتايد او جي اي بي او سكريتين او سي سي كي. لاحظ ان الجاسترين بس اللي سكره والباقي شني؟ فتحوا استايل كولين بتاع الباراسمباتيتك
ولا البيتا ادرينرجيك اللي هي الانهيبيتوري سمباثيك؟ هاي كلهم بيفتحوا. حد عنده اشكاليه في الكلام هو توا؟ واضح. حلو 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 جدا. نجي لي مشاكل البلع. مصطلح اسمه ديسفاجيا، عمرك ما تنساه. ديس صعوبة، فاجيا بلع. هي صعوبة في البلع. علاش؟ والله مرات الريسبتور ريفلكس ارت، مرات الريسبتور او الافكتور مش معروف. مش معروف المشكلة وين. لكن ديسفاجيا مصطلح كبير. ومصطلح سيء حتى في نفس الوقت. تمام؟ ديسفيجيا صعوبة في البلع. مالا آكاليزيا أو يسموا فيها كارديو سبازم. ترى معلش يا جماعة، اللور السفجيال، اللور السفجيال سفنكتر يسموا في أمس قلتها لكم الكاردياك سفنكتر، قلتها لكم ولا؟ كاردياك إن فتحت القلب. باهي هذا شنو يعني؟ جيت القلب هو مسمينا كاردياك. باهي يا جماعة، يا جماعة، في مرض خطير معروف منتشر اسمه كارديو سبازم. سبازم معناه تقلص، ينقبض مع الش يفتح. It's failure of relaxation. شن عكسها؟ شو حيكون عكسها؟ contraction. contraction strong contraction بسبب شيء weakness of esophageal peristalsis، الحركة المعوية أو السفجية الدودية ضعيفة. هذا شن بيؤدي؟ بيؤدي إلى accumulation of food، تجمع الماكلة في الأسوفيجس، و distension. شو معنى distension؟ شو معنى distension؟ تبعش، تكث، كبر. يا جماعة شوفوا معي الأسوفيجس، هذا موش السوفيجس طبيعي، هذه كلها ماكله متراكمه، هذه صبغه. وشوف الخط الرقيق اللي ماشي للمعده. شن صار؟ اتسكر هنايا الكاردياك برا الحس ظهرك. هاي شوفوا معي، هذا السوفيجس طبيعي، غادي ستومك. شن صار؟ تسكر الماكله، تجمع هنايا. واضحه؟ شوف معي، شوف معاي الاسوفيجاس كيف تعبى بالغذاء وتعبى بالصبغة. هل هي واضحة لنا؟ هنايا الكارديكا، هنايا الكارديكا إمكان. كيف نفتح عملية صبري؟ يديروا في عملية يقصوا شوية من العضلة. شن سببها؟ شن سببها؟ غياب الماينتريك بلكسس في المنطقة الكاردياك. شو رأيك؟ من هي الماينترك بلكسس؟ شنو وظيفة الماينترك بلكسس؟ لو سألت روحك علاش احنا ناخده في الهيستولوجي في أول محاضرة، راك تو تعرف علاش. إن الماينترك بلكسس مهم تعرف إن هي طبقة اللي ما بين العضلتين السيركيلر واللونكديودينال، اللي هي الانر والاوتر. فكر في الكلام، هو هنا موجودة. لو غابت الجهة هي، لو ما فيهاش، لو ما فيش ماينترك بلكسس أو اسمها الثاني أورباخ، هل تقدر تنقبض العضلات منها لها أو تقدر ترتاح منها لها؟ نو no. تقعد منقبضة معاش ترتخى معاي. أو غياب الفي أي بي، فازو أكتيف انتستينال بيبتايد. ما جماعة هذا شو بيدير؟ هذا شو كان يدير؟ صح ولا كان ينقص ولا ايه؟ في اي بي ينقص، يدير ريلاكسيشن، ينقص الانقباض. حلو. وصلنا الى الجاستريك موتيليتي. معلش نبي نتاكد من حاجه بحيه. نتاكد من حاجه.
الهيباتوبيلياري مش موجودة هنا ولا؟ مش موجود في الشيت. لا لا مش موجود. خلاص ناقص. في شيء ثاني طبعا. نفسه هو ليكتشر بوك. ايه نفسه، لكن بما اننا منزل زوز بي دي افات هذا علاش كل واحد بروحه. تمام 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 لكن يعني الثاني مش حيكون هلبة يعني، انا اعتقد ما حيكون هلبة. نجول الحركة المعوية، كلام مهم، كلام بسيط، كلام بسيط جدا. أهي أول حاجة، علاش المعدة تتحرك؟ أول حاجة ممكن تخزن الفود إلى أن تعطيه إلى الديودينم. ما أعتقدش معلومة سهلة، ما أعتقدش معلومة صعبة، ما أعتقدش معلومة صعبة، هذا الطالب ثانوي يجاوبها لك. تخليط الطعام مع الجاستريك سكريشن إلى أن يتكون كايم. شنو هو الكايم؟ مستحلب دهني، جماعة البايو. الكايم حاضرين معي ولا؟ ولا مش شرحناهاش؟ كايم اللي هو شنو؟ مستحلب دهنك. أهي إذا يا بنخزن الغذاء يا بنخلطة يا إما بنفضي الفود in a suitable rate for proper digestion. شو معناها؟ بنقعد نطلع في الغذاء بشوية بشوية لحد ما شني، لحد ما يبدأ جسمي نبدأ ناول تستنى من السقين. كمل الغذاء اللي عندنا نبعت له، أنت ما يكمل نبعت له. فهمت الفكرة كيف؟ هذه نقطة مهمة. هم ثلاثة وظائف شبه زي بعض، فيها حركة، في حركة. بعد مما تتكون استومك كارديا، هي جيت الكاردياك، هي خلينا نرسموها. هي جيت الكارديا فندس، الفندس الطلعة هي طلعك بادي انترم هنايا بايلورس طبق جهاية. خمسة أجزاء: كاردياك، فندس، بادي، أنترم، بايلورس. الكارديا والبايلورس هم عبارة عن سفنكتر، أو عندهم سفنكتر اللي هو الكاردياك والبايلورك سفنكتر. الكاردياك تكلمنا عليه، لو تسكر شنو المرض اللي بيصير لي؟ لو تسكر بقوة هما مش عندنا أربع سفنكتر. لا 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 زوز سفنكترز بس، مو جبتي أربعة. لور وأبر اسفجيال سفنكتر. لور اسفجيال هو نفس الكارديارا. لا هو نفس الكارديا كارديك سفنكتر نفسه. يعني أنت تقدر تنسبيه للمعدة وتقدر تنسبيه للسفنكترز عشان هي وصلت اتصال بينات. فهمتي؟ بح معلش، شنو المرض اللي يصير لما الكارديا تتسكر معش تنفتح؟ very important. توا كنت اشرح في فيجو معاي، خلونيش بروحي راكم تسيبوني. يجو معاي خليفة مهبي اليوم. الصفحة اللي فاتت لكن اسمها زيتا. الله يبارك، انت برا بالله لك برا، شوفها في الصفحة اللي فاتت. الله يبارك الله يبارك. أكاليزيا، أكاليزيا، أ نفي، كاليزيا فيش حركة، أهي أو اللا انبساط، مرض اسمه اللا انبساط. احفظ معاي بالله عليك، احفظ روم، ما عندكش وقت. أهي روم محاضرة تتم من هنا تحفظها صم، ما عندناش وقت. إذا أناتومي متقداش متقسمة خمسة أجزاء. باهي فيسيولوجيكلي لا، قسمها لي جزئين، بروكسيمال وديستا. بروكسيمال اللي هو ابر تو تيرد من شنو اسمه الفندس. باهي هذا شني قال لك؟ الاستومك فيسيولوجيكلي، فيسيولوجيكلي قسمها الى ثلاث اجزاء، هيك هيك وهذا الثلث.
ثلثين وثلث. شوف هي هذا اللور اسفجية سفنكتر، ايه لور اسفجية سفنكتر اللي هو الكاردياك، هذا الكارديا، هذا الفوندس، هذا البادي، هذا الانترم، وهذا البايلوريك سفنكتر. العضلات هي يسمون فيها الروجي، العضلات كم عندنا سفنكتر ترى دكتور؟ عندك زوز اهو، شوف يا هذا سفنكتر، شوف الانقباضه هي، وشوف الانقباضه هيك، اللي هم الكارديك سفنكتر وبايلوريك سفنكتر بس واليوسيكل سفنكتر صح؟ لا لا انت مشيتي ايه بعيد. اوكي لا لا لا، احنا تو ما زال بعيد علينا، احنا يعني حسابك هنايا. ايه عندك حتى الانس، حتى شو اسمه، حتى اللي هي الابر تبع اليوسيكل ولا؟ اليوسيكل بروحه، والانس بروحه، اليا موسيكم نهايه الانتستن بدايه اللار سمول، نهايه السمول وبدايه اللارج، ونهايه اللارج وبدايه الاسوفيجس، نهايه الاسوفيجس والبايلوريس اللي هو نهاية الستومك، كلهم سفنكترات. تمام اوكي. باه البروكسيمال موتور يونت اللي هي الفندس والابر تو ثيرد اوف ذا بادي، هذه وظيفتها تخزين الطعام اكثر حاجه. تخزن قداش؟ لتر ونص من الغذاء والسوائل. باه الديستال اللي هو اللور تو ثيرد، اللي هو متكون من الانتروم ومين للانترم، هذا شنو وظيفته؟ ميكسينج والتفريغ، تخليط والتفريغ. معاي؟ باي ميني بيريستالسيس. اذا الستومك كيف يقسم فيها؟ يقسم فيها زي توك، الجهه يا تخزن، الجهه يا تخلط وتبعد. حلو، واضح؟ تمام واضح. الحركة المعوية في الحركة الجدية في المعدة starts in mid point of greater curvature، تبدأ من هنا. طبعا شنو يا جماعة يقسموا فيها؟ الانتناء الكبير، الانتناء الصغير، greater curvature و lesser curvature. فهي تبدأ قال لك من نص الحركة بتاعنا، تبدأ من نص ال greater curvature وتنتقل زي توك للأسف كيف اتجاهاتها. خليفة عشان تقول، خليفة ما تكلمش مسكين، خليه في حاله بالله عليك. ياسري ياسري ويتنقني نخصوه ونقعد نعاني، بالله عليكم خلوه. فهي هاي خلونا نتكلموا على الجاستريك امتينج، الايفاكويشن. شو معنى الايفاكويشن؟ اللي هو نبي نسلم الى مني، الى السمول انتستن، on arriving of gastric peristalsis. لما توصل الحركة المعوية اللي هي حوالي 3 موجات في الدقيقة، 3 انقباضات، تبدأ stronger في الانترم، strong antral contraction. الانترم اللي هو شنو؟ اهو بيبدأ الانقباض هنا بقوة، شنو بيدير؟ يزيد الانترال بريشر. شو رأيك؟ الضغط في الانترم بيزيد ولا؟ اللي جهة الجي سيل ولا؟ الموجودة في صح الجي سيل عليك، الانترم. صح عليك، صحيح صح. بهي لما يزيد الانترال بريشر حيؤدي الى او يبدأ اعلى من الديودينال بريشر، فيبدأ شنو؟ forcing several millimeters of chyme into the duodenum، يعني بيدف الكايم او الخليط المعوي الى شني؟ المعدي، الى الديودينوم. small intestine. small intestine صح. يسموا فيها يا بايلوريك بامب. ايش معنى بايلوريك بامب؟ ضخ البايلوريك للديودينوم. شو اسمه؟ ابلع يا نورم، خود موجه اكلك زيتها. شنو العوامل اللي تأثر على الجاستريك امتينج؟ أول حاجة الليكويد تمشي أسهل من المواد الصلبة، هل تجد في هذه الصعوبة؟ لا. نوع الغذاء الكربوهيدرات
تتحرك أسرع من البروتينات والدهون. يعني شوف هي كربوهيدرات ثم بروتينات وآخر حاجة دهون. سو حركة الكربوهيدرات أسرع ثم البروتين ثم الدهون. لذا الفات ريتش فود الغذاء الدهني takes much more time in the stomach before it's evacuated. سؤال صح ولا غلط؟ الغذاء الدهني يتحرك سريعا من المعدة، لا يبقى طويلا. صح ولا؟ ما دام مكتوب في الشيت يعني صح. لما انا نحكي على الصيغه اللي نسال فيكم بها، ف شيت فوتوتو باي جاستريك فاكتورز، عوامل احنا تو اختينا عوامل ليها علاقه بالغذاء، عوامل ليها علاقه بالطعام، الاعصاب والهرمونات. شو رايك؟ شو رايك؟ الجاستريك ديستنشن توسع المعده بهي حيزيد الريت اوف ايفاكويشن، صح ولا غلط؟ لما المعدة تتوسع الحركة إلى الانتستين بتزيد، صح ولا غلط؟ صح. Very important. طبعا بليمت، لو تتوسع أكثر من لازم ما عادش تتحرك المعدة، زيها زي القلب. بس شنو الحد المعين لها؟ يعني في نسبة ولا حاجة؟ في نسبة، إيه في أرقام، لكن مش ليك ولا لي، هذه الجماعة اللي يبي يحلل ويقص مش موضوع. وبالنسبة راهو للدكتور اللي هنا دي يعطي بتوسع في تسجيلاته، يعني مش مربوط بشيت هذا بوك اللي يعطي من لكتشر نوت. ما هو شوفي انت هيك بتقعد تطاردي، يعني يعتبر رؤوس عناوين راه عاطيهم في الشيت هذا. ده يعني شوفي انا نعطيك العلم، فهمتي البيزك، فهمتي؟ وبعدين انتم ما يضرش انكم تتبعوا ما عشان يبدا تبدو انتم تلقطوا في المعلومات الاضافيه اللي ممكن، ها يعني من هنا من غادي انا ما نقدرش للاسف، انا مقيد باني نعطيك من الشيت هوا. لو انا لا انت المفروض دكتور اعطيتنا من لكتشر نوت، هو هذا لكتشر نوت. لا هذا مش زي تو لما سمعنا التسجيلات نتاع الاولاد، مش نفس الدواء بكل هي نتاع عاطي رؤوس عناوين. خليفة، تعال خليفة، تعال خليفة، أنا قلت الكلام على نفسي، الكلام على روحي، وبنعودها ألف مرة. ده يا جماعة، يا جماعة شوف أنا كيف ما تبدو. دكتور. نعم دكتور. آه هو يدير في الكورس باش يشرح من مختصرات عمان الملخصات، باهي يعني لو بيطلع من هذا ترى ما فتحش كورس، فتوتر على الله وبكمل الشيء. هو اصلا ما فتحناش كورس في دفعتنا، يعني بيقول لك انا ما فتحتش، ما اعطيت شيء واعطيتكم، لكن يفتح في كل ثانوي ونفس الشيتات وما فيش حاجه جديده. فاهم عليك، هو منزلنا فيديوهات خاص بينا، يعني بيقول لك انا هذا اعطيه كله. نفسه هيبه، نفسه يكررني في نفسه. والله ما في، مش نفسه، هلبة حاجات. لو تسمع الفيديوهات متاع غير تفرج على اثنين الاولاد وشوف الكلام، مش نفس اللي عاطيهم دكتور زقلام، عاطي من نفس الشيء ومش طالع، يعني مش متعمق، معتمد على الشيء هذا بس. والله اموركم ماني معاش دخلي. شوفوا يا جماعه، انا مشكله امتحانكم الثلاث ولا لا لحد، الله يبارك، أنا مش لحد هذا اللي بعد. اوكي باي تمام. انا مرات شنو ندير، مرات ريت الليكتشر نوت الاصلي بهي، انا نشرح بروحي نقعد نقرا، تمام، نبدا اللي معلومه جديده نقول لك هي راه خذ هيك زبط نظام زيتونك، عباره عن ملخص مكثف خاص بي انا بسك، فهمتوا الكلام؟ هو باهي نسهل عليك في حاجه دكتور، اسمع فيديوهات لهنادي او تسجيلات انا بعتهم لك وشوف شنو اللي يقصد عليه، يقول ان هذا مهم وامسكي ومال وجوال. والله ما عندي وقت، هذه مهمتكم ممكن تكون انتم اسهل على الاقل تراجعوا به، لكن انا هذا صفيته وممتازه، باهي جبت فيها 96 الماده من 100،
فوالله تعرفي معاك نقدر اني نعاون نتفرج عليه محاضرة من جديد. انا اشرح لك العلم اللي انا عندي، وللامانة نشوفي اللي في الفيديو، هو قصدي اللي في شيت. اللي في الشيت هو كافي لكم معلومات الزيادة. والله والله عندي جايتون، اقسم بالله تقول 3 مصاحف فوق بعضهم، كتاب غليظ جدا وكبير هلبة، لكن شني ماهيش فلاحة مني، فيش اللي بنقعد نطاردك لأمتني، نقعد يعني نزيد لك في معلومات لأمتك. خذي البيزك الفاندمنتال، فهمت الأساس، بعدين المعلومات الجديدة طور أنت. اسمعي له شو اسمه، جو مليح، جو مليحك، ما توتريش روحك، أظني عندكم ثقة باي فيا تمام اوكي من يمات شو اسمه، من هالبيامات. باي. اعطيكم بايو فيسيو، جو مليح جو مليح. هاي هاي تعالوا معي. دكتور نعم انا سمعت للهنادي باهي، سمعت كملت اليوم اخر تسجيل لي الحاجات، ممكن اللي مش قاعدات ممكن في شيء زي الميكانيزم بس يعني، وزي ما قلت انت يعني لو بتسمع هو يقول يركز على الحاجات يعني اللي ممكن تجيك ام سي كيو، يعني ضروري حد يسمع له، لكن لك البيزك كله قاعد في حاليا في الشيت هذا. بالضبط، هي كان اللي نشوف فيه اللي كافي ليك انك انت تاخذ من هنا وتمت، فما تعقدوش ممكن روحك. بس لان الميكانيزم بس هو اللي قاعد يعني اكتر حاجة قاعد في الليكتشر هو يشرح فيه، وفي الشيت هذا مش قاعد، هذا لكن ممكن نقول تقريبا كان من احد الاجماعه التكليفات اللي لقيتهم بس. الجماعه كلها اللي ظابطاته يقول لك انه في الكورس بتاعه يشرح من هذا بس، وفي الامتحان يجيب من هذا بس، فانت ما تعقدوش روحكم، ما تعقدوش روحكم. جو مليح جو مليح يا شباب، جو مليح. تعالوا معي، هاي النيرفس الجسترين والديستنشن وذ الليمت حيؤدي الى زياده التفريغ، اهي عن طريق شني الفيجو فيجل اند لوكال انترنسك ريفلكسز ذات ستيمولييت البيريستالس. شو معنى الكلام اللي نقول فيه؟ شو معنى الكلام اللي نقول فيه؟ لحظه بس، ايوه قال لك شني الفيجاس، الفيجاس هو اللي مؤثر على حركة التفريغ، يعني stimulation of vagus عن طريق الميكانو ريسبتور يدير في ريفلكس إلى شني شنو اسمه، يبدأ شني عندك الريسبتور في الستومك يبعث إلى الفيجاس، والفيجاس يرد على الستومك شني بأنها تتحرك وتدير شني بوش إلى الأمام. الهرمون الجسترين يحفز الامتنج، اخذناه امس، اخذناه امس معي جماعه. لو شوف جاي احنا نتكلموا على الفود فاكتور، السائل اكتر والكربوهيدرات اكتر، ثم البروتين ثم الدهون. حاجه ثانيه الجاستريك فاكتور، عندي هرمونال ونيرفس، الهرمونات والنيرفس، الفيجاس والجسترين، احفظ لك الفيجاس والجسترين هم اللي شني، هم اللي يزيدوا في حركة المعدة. باهي الديودينال او انتستاينال شنو اسمه فاكتور، هنا بالعكس انهبتس. علاش الديودينال ما خطراش يخدم؟ فما ده بيقول للمعدة بالشوية عليا، اهدي اصبري، ديما الرسالة اللي بيبعتها الديودينال ان اصبري بالشوية، الرسالة اللي ديما بتبعتها ستومك زيد، الجيدنا منقص. فهمتوا فكرة كيف؟ يعني نلقى ماكلة، الماكلة بتقعد حايرة، الستومك تبيها تمشي، والجيدنا ما بيش يستقبلها، فالرسالة بيناتهم كأنها شني؟ كأنها تضارب. معاي؟ خليكم توا من قداش يوم كذا، هذا ناقشوه في الجروب، ناقشوه في الجروب يا جماعة، قالوا معاي في المحاضرة. وطبعا شني؟ كيف تتحكم الجيدنال؟ إما نيرفز وإما هرمونال. به نجو ناخدوهم بشوية 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 بشوية. أول حاجة، أول حاجة عندي حاجة اسمها انتيرو جاستريك ريفلكس. انتيرو معناها سمول انتست، جاستريك معناها معدة. شوف جاي، لو صار ديستنشن في الديودينم، لو صار ديستنشن في الديودينم يعني الديودينم تفحج تعبى غذاء، او زادت فيه الحامضية يعني استقبل اسيد كونتنت يعني تكون او نقص فيه البي اتش بسبب
محتويات المادة زاد الHCl أيوة، أو صار فيه irritation تهيج، أو كان فيه فات في الديودينم فهي أنتو لسك سنت هيبو هايبر أوزمولاريتي بدرجة أقل حاجة مالحة حاجة صولتي. إذا شو بيصير؟ بيتحفز ميكانو كيمو أوزمو ريسبتور، ميكانو كيمو أوزمو ريسبتور، يعني في مستقبلات ميكانيكية، مستقبلات كيميائية، مستقبلات أوزمولارية. هذه شو بتدير؟ دي لي مارك كبير هنايا، شو بتأدي؟ ديكريز. ايوه علاش؟ استومك الديودينم عنده كفايته تو. وبرضو اما عن طريق اللوكل باهي اللوكل انتر لونج فيجو فيكل، برضو هنا اللوكل واللونج. معي؟ وكذلك الجانجليونك، تتفكر في الجانجليونك ولا؟ وهي المين اكثر ميكانيزم هنا في الديودينوم الجانجليونك البريفرتبرال. شن مهميتها الحركه اللي بتديرها الانتستن؟ هي ان تحمي الانتستن من الرابيد تشينج اوف اسيديتي والاوزمولاريتي. مرات انت واكل حاجه مالحه هلبه او في حموضه هلبه، لو تنزل بكميه كبيره على الديودينوم اكيد حتحمي، لان التشيو في الستومك زي التشيو في ال في شو اسمه في ال في الجدنم. فحماية اللي لازم أنا ناخذ الماكلة على دفعات ولا قش مرة واحدة كبيرة كي؟ دفعات على دفعات. هل في حد مش فاهم لقطة النيرفس كيف نتحكمه في ال في ال شو اسمه في الجاستريك امتينج؟ باي سؤال، الجاستريك امتينج في الستومك تحفيزي ولا تثبيطي؟ شنو وصل لنا شنو دكتور؟ الجاستريك امتينج التفريغ المعدي في بالنسبه للستومك يثبط ولا يتحفز؟ يتحفز دكتور. ايه نو الانتستين بتثبط، مش ما دبيهاش ما دبيها ان الجاستريك يوقف. جاستريك امتينج ركزوا فيها يا باش يساعد على الابسوربشن ولا بالضبط. زيد الابسوربشن اكثر بالضبط. خليني نخدم بشويه بشويه عليا بقى. الهرمون الانتيروجاسترون هم الهرمونات اللي بينقصوا الجاستريك امتينج. هو وجود فات هلبه حيزيد ريليس جي اي بي والسي سي كي والسكريتين والموتيولين والفي اي بي، وهذا مش بيديروا بينقص لي الحركه بتاع المعده نقص الموتيليتي. هنا الجاسترين والبقية كلها ضده. واضحة لينا؟ هاي تعالوا في اجتماع ثاني. هاي السلام عليكم.